أنا يعني واحد صحابي سمعوه هذا الكلام. نعم تفضل. قال لي أنت زايد سويت في هذه البلاد وفي هذه البشر سويت لهم سكن بلاش. طول الله. سويت لهم دراسة بلاش. سويت لهم صحة بلاش. سويت لهم كل متطلبات الحياة عملت لهم بلاش. طول الله. بدون شيء. مزارع تعطيهم إياها مجان. هاي الأباشر إذا شفروا شافوا هذا كله إنه مجان ما بيستطيعون يستريحون. ما بيستطيعون يشتغلون. لأنهم شافوا كل شيء إياهم مجان. شو بتسويهم؟ سألت سؤال. قلت له أنت عندك أولاد ولا لا؟ قال عندي أولاد. قلت له أولادك هم صغار أطفال. شسعتهم ولا لا؟ قالنا. قلت له أطعمتهم ولا لا؟ قالنا. طيب ربيتهم. إلى متى؟ قال ربيتهم لين كبروا. قلت له لما كبروا؟ قال لما كبروا وحبوا للشغل وسدوا أعمار. قلت له هذه لا أنا أحسبهم مثل أولادك. اللي أنت كسيتهم وأطعمتهم يومهم صغار. هذيلا أنا أطعمهم وأجسيهم وأسكنهم وأسوي لهم كل شيء لأنهم مو قادرين على هاي الأشياء، ما بيديهم شيء، ما عندهم شيء.